فشل المفاوضات مع ميسي لم يحبط الأندية السعودية وانتقلت إلى زميله في برشلونة وباريس سان جيرمان نيمار دي سيلفا. يبدو أن باريس سان جيرمان سيخسر نجما آخرا أيضا في هذا الصيف، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن نيمار بات على أعتاب التوقيع مع الهلال. كما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي السعودي سيقدم صفقة نيمار القياسية في حدث ضخم الأسبوع المقبل، إضافة إلى تأثير انتقال نجوم الساحرة المستديرة إلى السعودية على منتخباتها، فهو له تأثير أيضا على الأندية الأوروبية وبالتحديد على باريس سان جيرمان. فقد خسر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أشهر وهو على وشك خسارة مهاجمه البرازيلي اليوم، لينتهي ما كان يسمى بمثلث الرعب الذي امتلكه النادي الفرنسي والمؤلف من ميسي ونيمار ومبابي، وحتى مبابي لم يعد بقاؤه مضمونا. فالعلاقة بين آخر مهاجمي النادي الصامدين وإدارته شهدت أجواء متوترة مؤخرا وصلت إلى استبعاده من الفريق على خلفية رفضه تمديد عقده. ورغم أن النادي الفرنسي عاد بطل الدوري إلى الفريق مؤخرا إلا أن التوتر لم يزل، فالكثير من المصادر تؤكد أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني. وبهذه الأنباء المتتالية انهالت الآلاف من التعليقات، سنقرأ بعضا منها معكم ونبدأ من إبراهيم الذي قال في هذا التعليق: رامون الفاريز أكد عبر مصادره من باريس سان جيرمان أن هدف النادي هو منع مبابي من المغادرة مجانا فقط، ولو تلقى باريس عرض جيد من ريال مدريد من الممكن أن ينتقل مبابي. يعني من الآخر سان جيرمان مش باقي على حد من لعيبته. طيب ننتقل الآن إلى تعليق آخر من أحمد يقول فيه: هكذا أصبح لدينا نيمار ورونالدو وبنزيما وماني ومحرز وماكسي، لم يتبقى إلا أن تتم صفقة صلاح ونستغل خلاف مبابي لشرائه، وسعيدها يصبح عندنا كأس عالم سعودي. الحرب يعلق في هذا التعليق، قال: عقدة الهلال الأبدية أن كريستيانو رونالدو لعب للنصر، هذه العقدة عبارة عن ميزة وعلامة فارقة لنادي النصر عن أي نادي آخر حول العالم، لأنها جعلت مشجعي كرة القدم بالعالم فانس لنادي النصر، وستجلب حتما له أفضل لاعبين بالعالم. من يسمي حسابه بالناقد يقول هنا في هذا التعليق: صفقة خاسرة، نيمار لاعب مهاري ولكنه مزاجي، لن يضيف للهلال شيء، هو لاعب عادي جدا واستعراضي في أحسن الأحوال. أعتقد أن الهلال بشكل خاص والدوري السعودي بشكل عام حاليا بات أكبر من نيمار. وأخيرا تساءل محمود في سياق آخر في هذا التعليق، ماذا قال؟ أكيد انتقال نخبة من النجوم العالميين سيفيد السعودية من ناحية رياضية وإعلامية وسياحية، لكن في نفس الوقت أتمنى أن لا ننسى النجوم الكرويين السعوديين، لابد من تخصيص جزء من مجهودنا لتنمية المواهب المحلية أيضا. نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا، ينضم إلينا من الرياضة الإعلامية الرياضية عيسى الحكمي. سيد عيسى أهلا بك معنا. بداية، هل تأكدت الأنباء بشأن إتمام صفقة نيمار مع نادي الهلال السعودي؟ مساء الخير داليا. أولا نعم، الصفقة تحدث، كل المؤشرات بأن الصفقة في اتجاه الحسم، تم حجز المواعيد الطبية ويبدو لي أيضا أنه تم الاتفاق على كافة العطاءات المالية، سواء حصة باريس سان جيرمان الذي تردد أنه سيحصل على 90 مليون يورو، وأعتقد أنها مربحة بالنسبة له بعد 31 سنة بالنسبة لنيمار وبعد خدمة 6 سنوات في داخل باريس سان جيرمان. 100 مليون يورو تقريبا هي حجم الأجر السنوي للاعب. أعتقد أنها صفقة أو خيار مثالي بالنسبة للهلال في ظل المحاولات السابقة من أجل جذب سوبر ستار يضاهي مثلا كريستيانو رونالدو، اللي لابد علينا أن نتوقف عنده أنه هو اللي فتح الباب الواسع والكبير والجاذب الحقيقة لهؤلاء النجوم ليكونوا مرنين في عملية المفاوضات وبالتالي يتواجدوا في الدوري السعودي ضمن هدف التحول الرياضي في المملكة العربية السعودية، اللي يتعدى الحقيقة تفكير المشجع العادي اللي ينظر دائما
القيمة الفنية في داخل الملعب، لا، هو عبارة عن قيمة فنية، عبارة قيمة اقتصادية سياحية إلى آخره، قوة ناعمة لعملية الجذب والتعريف بالبلد. لاعب مثل كريستيانو رونالدو على سبيل المثال تلاحق الجماهير من ملعب إلى ملعب في المملكة العربية السعودية، أيضا نيمار له نجومية وله جماهيره، بالتأكيد عندما يرتدي قميص الهلال سيجد أيضا مشجعين من كل أطياف العالم، سواء من بلادها العاشقة جدا لنيمار شخصيا البرازيل، أو أيضا من الدول الأوروبية. جميل، ولكن هناك وجهة نظر أخرى سيد عيسى، هناك من يرى بأنها صفقة خاسرة لأن نيمار لن يضيف شيء للهلال، وأن الهلال بشكل خاص والدوري السعودي بشكل عام حاليا بات أكبر من نيمار، واستعرضنا هذا التعليق قبل قليل. لا، هذا دالي أنا أعتبره يعني رأي شخصي يحترم، لكن في النهاية لا أحد يختلف على أن نيمار واحد من أهم نجوم كرة القدم في الفترة الأخيرة، عندما تذكر ميسي، رونالدو، مبابي على سبيل المثال، فنيمار لابد أن يأتي من ضمن أفضل وأهم خمسة لاعبين متواجدين، له تأثيرها الفني، له تأثيرها أيضا الاقتصادي. الهلال ليس لاعب واحد، المجموعة في النهاية ستكون عبارة عن 11 لاعبا، نيمار هو فرد واحد من ضمن المجموعة. كرة القدم لا تعتمد على النجم، لو اعتمد على النجم الواحد لحقق ميسي جميع بطولات كأس العالم التي شارك فيها، ولا نال كريستيانو رونالدو القطعة التي يفتقدها وهي كأس العالم، لا، هي لعبة جماعية. لكن ربما البعض داليا ينظر إلى حجم الإصابات المتكررة للاعب نيمار، ويخشى مثلا من أن يتواجد في العيادة فترة طويلة كما حدث له نتيجة سوء حظه العاثر سواء مع منتخب البرازيل أو مع باريس سان جيرمان. البعض الآخر ينظر إلى الأسلوب الاستعراضي لدى اللاعب المبالغ فيه، لكن أنا أعتقد الأمر في النهاية يعتمد على منظومة التقني في نادي الهلال أو التقني في أي فريق، أيضا هو من يصنع الأداء، هو من يصنع الطريقة، لكن في النهاية الصفقة وحسب المعلومات المؤكدة هي في طريق الحدوث، بل أنها على بعد ربما ساعات أو يوم من الإعلان. صفقة مهمة جدا وزخم إعلامي وجاذب أيضا للسعودية. أما على مستوى التعريف بالكرة السعودية، أنا أعتقد فعلا أي صفقة المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى من يعرف بحبها لكرة القدم، القاعدة موجودة، لكن تبقت الأهداف الأخرى التي يصنعها ويضعها خبراء وعقول الحقيقة عبقرية تبتكر هذا التحول وهذا الحراك المفاجئ اللي أذهل الحقيقة أوروبا قبل أن يذهل. وهذا يطرح السؤال سيد عيسى، ما الذي يحدث في باريس سان جيرمان تحديدا، انتقال هذه الأسماء الكبيرة الآن، يعني باختصار برأيك ما الذي يحدث في المنتخب؟ أنا أعتقد أن القناعة وصلت للإدارة التنفيذية في باريس سان جيرمان أن عملية تجميع النجوم لن تجلب لهم المجد المنتظر. ربما على الصعيد الاقتصادي حققوا نجاحات، لكن الفريق لم يستطع أن يحقق بطولة أوروبا في وجود ميسي ونيمار وفي وجود مبابي. أعتقد هذا التفكيك الآن الحاصل بالنسبة لميسي، انتهى عقده ولم يفكروا حتى بعملية التجديد معه. أيضا بالنسبة لمبابي يبدو أنه كما ذكرت قبل قليل قد حدد اتجاه وجهته، ويبدو أنه ذاهب إلى ريال مدريد. الهلال كان لديه محاولة جريئة في أن يستفيد من ذلك الخلاف، لكن يبدو أن اللاعب قد حسم أموره تماما. أعتقد أن باريس سان جيرمان يريد أن يعيد صناعة فريقه مجددا، بحيث أنه فريق لا يعتمد على النجوم وإنما يعتمد على الجماعية. شكرا لك على المشاركة معنا سيد عيسى الحكم الإعلامي الرياضي، كنت معنا من الرياض، شكرا لك.